إلى الأكراد. نعم هناك طرف يهدد الأمن القومي التركي وهذا مفهوم، وكل الناس تؤيد تركيا في مسألة الحفاظ على أمنها القومي، ولكن هناك حلول أخرى. يجب ألا يتم استعمال PKK على الرغم من أهمية تواجده ضمن المعارضة اليوم وضمن قسد، ولكن هكذا بهذا الشكل سوف يستعدي كل المكون الكردي برمته. طيب. وسوف يجعل الأكراد اليوم مرة. دكتور منذر، أنا سأسألك بعد قليل، عن خيارات الأكراد. طيب، ولكن دعني أعود إلى السيد ليونيد سكانين. سيد ليونيد، سمعت الدكتور منذر يقول أو يعتبر الدكتور منذر ماخوس أن ما تقوم به أنقرة من خلال هذا الهجوم يصب في مصلحة إيران وروسيا، ما رأيه؟ طبعا لا شك أنه العملية العسكرية التي تقوم حاليا تركيا في الشمال الشرق السورية، طبعا العملية كانت متوقعة، وكان هناك الاتفاق الاتصالات الوثيقة والعديدة بين تركيا وروسيا بهذا الشأن، وكذلك كان هناك المحاولات العديدة لتركيا للتعاون مع الولايات المتحدة لإقامة المنطقة الآمنة، ولكن لسبب من الأسباب لم تتمكن تركيا من إقامة هذه المنطقة، وكان هناك المحاولات الأخرى. وعلى هذا الأساس روسيا تعترف بحق تركيا لحماية مصالحها. كل ما تفضل به زميلي المشارك في هذا الحوار هذا طبعا الرأي، ولكن هناك آراء أخرى، هناك الآراء من تركيا نفسها. وكل ليونيد، لأشرك السيد جواد جوك. سيد جواد جوك، سمعت الدكتور منذر ماخوس يعتبر الدكتور منذر أن ثمة أطراف دولية لم يسميها قد تكون ورطت الرئيس أردوغان في الرمال المتحركة السورية، بمعنى نصبت له فخ ومن خلال هذا الهجوم العسكري والدخول إلى الشمال شرق سوريا. أريد تعليق لو سمحت. مثلا بالنسبة إلى روسيا، أنه روسيا راضية بمثل هذه العملية. لماذا؟ لأنه هذه العملية سوف تدفع الأكراد إلى تواصل ولقاءات، وأن يخضع الأكراد لسيطرة حكومة دمشق بصراحة، وأن تركيا أحسن من أمريكا بالنسبة إلى روسيا، يعني التواصل والمفاوضات مستمرة مع. طيب. سيد جواد، الآن في هنالك موقف سيولي فيما يجري المملكة، بس أريد أن بالخبر العاجل، وكالة الأنباء السعودية، المملكة العربية السعودية تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا. إذن المملكة العربية السعودية تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا. سيد جواد، باختصار، الكل يعترف أنه المنطقة بحاجة إلى تهدئة، لكن نحن نعرف أن هذه العملية سوف لن تأتي بالتهدئة والسلام في المنطقة بصراحة، لأن هناك مخاوف من تغيير الديموغرافية والقتال بين مكونين السوريين العربي والكردي. هذه كارثة بالنسبة للمنطقة. طيب دكتور منذر، في موقف سعودي إدانة للعدوان، في توصيف العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شرق شمال شرق سوريا، كان قبله في موقف مصري، الخارجية المصرية اعتبرت كذلك، أدانت العدوان على دولة عربية شقيقة، وفي دعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية. هنا السؤال، في كلام أنه خلال الاجتماع العاجل للجامعة العربية قد تقود مصر حملة لإعادة المقعد السوري إلى جامعة الدول العربية نتيجة ما يجري. أنتم كيف تقرؤون مثل هكذا سيناريو؟ وسأعود إلى السؤال الذي كنت أريد أن أسألك، ما هي خيارات الأكراد بعد ما يعني خذلتهم الولايات المتحدة كما يقال، العودة إلى حضن الحكومة السورية، النظام السوري، أم ماذا؟ تفضل. الموقف السعودي الذي تم الإعلان عنه للتو بالحقيقة لا يفاجئ أحد، وهذا الموقف يعكس موقف الأغلبية الساحقة للدول العربية، وسوف نشاهد ذلك في اجتماع الجامعة العربية الذي دعا
دعا إليه السيد الأمين العام. هذا هو أمر. الأمر الآخر في ضمن نفس السياق وهو أن حتى في اجتماع مجلس الأمن بالمناسبة أنا أعتقد على أنه سوف يصدر قرار غدا أولا بطلب وقف إطلاق النار وبإدانة العملية التركية. هذا أيضا مهم. هل سوف يقف الأمريكيون ضد؟ أنا لا أعتقد، قد لا يصوتون. الروس لأول مرة كانوا يعطلون القرارات السابقة فيما يتعلق بالقضية السورية ضد النظام، هذه المرة قد يكون لهم موقف مختلف، هذا مهم للغاية. لذلك كل موقف الدول العربية واضح، تم التعبير عنه اليوم من مصر والمملكة العربية السعودية. أكرر، هذا يعكس مواقف الأغلبية الساحقة الدول العربية. ما يتعلق بالموقف الكردي، كما نعرف أن الأكراد لديهم طموح، كانوا يتكلمون عن إدارة فلنقل لا مركزية، وهذه القضية مفهومة، وكل حتى المعارضة السورية بجميع أطرافها كانت أيضا تتكلم بشيء من هذا السياق. هناك كلام حول دولة اتحادية أيضا. كما نعرف أيضا من تأثيرات المباشرة على أن الطرف الكردي اليوم أصبح ممثل باللجنة الدستورية عبر لجنة المجتمع المدني بحوالي 3 أشخاص. هؤلاء بالمناسبة سوف يأخذوا موقف معادي بالكامل لكل التيار فلنقل الذي يمثله المعارضة. وأنا أعتقد أنه سوف تحدث انسحابات داخل هذه اللجنة. أيضا هناك أشخاص داخل ما يسمى المجتمع المدني يضعوا رجل هنا ورجل هناك، سوف يغيروا موقفهم ويقفوا في منطقة واحدة وهي المنطقة الأقرب إلى النظام. إذن سوف تتم خلخلة ما تبقى من العملية السياسية والتي أيضا لم تكن يوما من الأيام قابلة للحياة، ومع ذلك اليوم